السلام الملكي. خالق البشر من طين ومسبل النعم على خلقه أجمعين، والصلاة والسلام على نبي الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود حفظ الأحساء، حفظك الله ورعاك سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سعادة الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم اليوم في هذا الحدث البيئي لإطلاق عدد من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني دعما للتنوع البيولوجي وتعزيزا للحياة الفطرية وحماية مواردها الطبيعية. وانطلاقا من إسهامات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء نحو تعزيز الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية والتخفيف من أثار التغيرات المناخية بخطى واعدة وجهود متتالية في الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال تخفيض المناطق الملوثة بيئياً وإعادة تأهيلها وحماية وتنمية الغابات والاستدامة للمراعي والمتنزهات وتحسين جودة الحياة. فليتفضل سعادة الأستاذ محمد المفرح وسعادة المهندس أحمد العنزي وسعادة المهندس يوسف البدر لعرض مشروع تطوير متنزه الأحساء الوطني أمام سموكم الكريم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي والفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال القائل: الشعر والتمر يا أحساء عيناك وثغرك الماء والدنيا حكاياك. وأظننا اليوم في صياغة حكاية جديدة، هذه الحكاية ربما يكون اسمها متنزه الأحساء الوطني، ولكنها حكاية وإن كانت متميزة إلا أنها صيغت على مر أيام طويلة الطبيعة التي كما يقال صاغتها القسوة. المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وراء جزء من هذه الحكاية، ويحب أن يشارككم تتمة هذه الحكاية. فاسمحوا لي أن أعطيكم مقدمة عن المركز وعن الخطوات التي يتحرك فيها. المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ربما يكون وبلا مبالغة الركيزة الأساسية لاستراتيجية البيئة التي انطلقت في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي، يهدف إلى مكافحة التصحر، ولكن الواقع أنه لا يستطيع القيام بذلك إلا من خلال شراكات نوعية ممتدة يأتي على رأسها الشراكة مع الجهة التي تقود المنطقة التي نحن فيها والمحافظة التي نحن فيها. ووجودنا اليوم في هذا المكان دليل على أن هناك شراكة، بل هي إن شاء الله
شراكة عميقة وشراكة ممتدة. نطاق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يمتد للإشراف على ما يقارب 70% من مساحات المملكة العربية السعودية. مساحة كبيرة لا يمكن الوفاء بحقوقها، وخاصة أننا في كل محافظة نلمس تميزا خاصا وطبيعة خاصة تحتاج جهدا موجها وخاصا. أراضي الغطاء النباتي التي تشمل الغابات والمراعي المتنزهات الوطنية التي نحن في أحدها اليوم، بل في أحد أميزها والحمد لله، وتشمل كذلك المناطق الرطبة والسهلية والرملية والجبلية والوديان والساحلية والجزر وغيرها. هذه نماذج من المواقع التي يملكها المركز بشكل مباشر في المنطقة في المحافظة، وإن شاء الله سيكون لكل موقع من هذه المواقع حكايته الخاصة. الأمر ليس متوقفا عند ذلك، يختص المركز بأكثر من 21 اختصاص نوعي يأتي في مقدمتها كل ما يتعلق بأمور التشجير والمشاتل، مشاتل النباتات البرية وبنوك البذور وغيرها. من الاختصاصات التي يشرف عليها أيضا المركز الإشراف على المراعي، وتحظى المحافظة بمناطق متعددة مخصصة سينظم فيها الرعي وسيكون له وضعه إن شاء الله في القريب العاجل. صاحب السمو أيها الجمع الكريم، أريد أن أحدثكم أيضا عن ملف مهم في الصفحة التالية لهذه إذا سمح الزملاء. نحن سنقف معكم وقفات قصيرة وسريعة في ثلاث ملفات رئيسية. ملف مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يشرف عليه المركز، وملف التشجير البرنامج الوطني للتشجير، والملف الذي نحن في أرضه واجتمعنا لأجله متنزه الإحساء الوطني الكاب 16. إذا تكرمت ننتقل للصفحة التالية. أول وأكبر مؤتمر للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية في نسخته 30 يستضاف في عموم منطقة الشرق الأوسط لأول مرة بمشاركة أكثر من 196 دولة، يشرف على تنظيمه بالدرجة الأولى وحجر الزاوية والأساس فيه المركز الوطني من خلال اختصاصه في مكافحة التصحر، ونحن نذكره ونضعه أمامكم اليوم. فالمركز يتشرف صاحب السمو بدعوتكم للحضور والمشاركة الفاعلة والتواجد على مستوى المحافظة وعلى مستوى كافة الجهات المتواجدة، على الأقل امتداد وتعزيز للشراكة وإطلاق لكثير من المشروعات المشتركة بين الجانبين. أما الملف الثاني ننتقل إذا تكرمتم الذي سنتحدث معكم عنه الصفحة التالية، فهو برنامج التشجير الوطني، أحد الملفات التي يقودها المركز دراسات ومبادرة السعودية الخضراء 10 مليارات شجرة التي هي الحاضر الدائم على طاولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قائدنا وقائد مسيرتنا وقائد مبادراتنا المتنوعة. أترككم مع الزميل المهندس أحمد العنزي لإلقاء نظرة على هذا الملف. السلام عليكم، صباحكم الله بخير. Next slide. طبعا يعني نتشرف احنا في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر منذ اعلان واحدة من اهم المبادرات او اكبر المبادرات على مستوى العالم اللي هي مبادرة السعودية الخضراء، انه المركز اسند له مهمة بعد اطلاق المبادرة، وكان من اكبر التساؤلات والتحديات انه بلد صحراوي وجاف ولا يوجد فيه اي موارد مالية، من وين بيزرع 10 مليار وين بيزرعها؟ فكان هذا أكبر تساؤل، ولله الحمد لله المركز قاد دراسة علمية وبمشاركة يمكن جميع الأفراد المجتمع والشركات والجهات للإجابة على التساؤل هذا. طبعا كانت يمكن من أهم التساؤلات هل المبادرة هي ترف أنه والله المملكة نبغاها خضراء وجميلة، ولا فيه شيء أكبر من ذلك؟ فكان يمكن من أكبر التساؤلات انه ليش اطلقت المبادره؟ المبادره تهتم في الجانب الاول في مكافحه التصحر، لانه يمكن زي ما ذكر الاخ محمد في البدايه انه حيعقد مؤتمر الاطراف، جزء كبير
من الحياة تتأثر في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي. تدهور الأراضي تؤدي لكل المشاكل، تؤدي إلى الفقر، تؤدي إلى الهجرة القصرية، إلى خفض إنتاجية الأرض. وبالتالي إحنا قدام تحدي كبير جدا. ويمكن يستذكرون كبار السن البلد كيف مرت في مراحل الجفاف ومراحل أدت إلى حتى هجرة قصرية في البلد. يعني إحنا يمكن ما قبل البترول كل يعاني من تدهور الأراضي والجفاف اللي في اليوم. في خطوات استباقية أعلنتها الدولة من خلال زراعة الاشجار وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار، هذه من أهم. طبعا إذا عرفنا أنه 26% من انبعاثات الكربون تأتي من تدهور الأراضي، فبالتالي ليست وسائل النقل والبترول هو السبب الرئيسي في زيادة انبعاثات الكربون، ولكن عندنا جانب تدهور الأراضي. فبالتالي كل الإجراءات اللي من زراعة الأراضي وحمايتها وإعادة تأهيلها هي لزيادة جودة الحياة وزيادة طبعا الأمن الغذائي. فبالتالي ليست ترف، ولكن هو حاجة أساسية هي طبعا تنمية القطاع النباتي. الشريحة اللي بعدها سمعتها. طبعا من حنعطيكم بس بشكل سريع المبادرة يوم أعلنت خفض انبعاثات الكربون تقريبا 278 مليون طن، إعادة تأهيل 40 مليون هكتار، وزيادة نسبة المحميات 30%. واليوم يعني هذا يمكن أحد هذا عمل تشاركي نقوم فيه اليوم، إطلاقات إذا تم تنمية الموائل فبالتالي حيكون في إطلاقات للكائنات الفطرية اللي حتساهم كذلك في تنمية الغطاء النباتي. شريحة نباتها. هذه هي طبعا مخطط زراعة 10 مليار شجرة إلى 2100. يعني الحمد لله احنا بدينا دائما نتكلم هل البلد تخطط الى سنه ولا سنوات. احنا نخطط الى 75 سنه، وتم اعتمادها من قبل سمو ولي العهد الى 2100. احنا نتكلم على الخطه ل 75 سنه، ولكن على مراحل. منذ اعلان المبادره في 2021 وكان فيه تدرج وفي مشاركه كبيره. الجميل انه في الجميع على مستوى الجهات الحكوميه، على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمع كله بدأ يستشعر الأهمية. اليوم ولله الحمد لله وأطلقنا حملة شكرا، لأن وصلنا تقريبا قريب الـ 96 أو 96 مليون شجرة. مشاركة الجميع، هيئات التطوير لها دور كبير، والأمانات، المنظومات البيئية، الأفراد، جميع الجهات بدأ لها دور أساسي وفاعل. شريحة بعد الإسلام. طبعا لو جينا إلى وكيف بنين الماستر بلان، وكيف عشان نقدر نحولها الى مشاريع بسيطه على مجموعه نطاقات بيئيه، نطاقات زراعيه. والاحساء اليوم تتميز في النطاق البيئي، فيها ما شاء الله فيها منتزهات وفيها اراضي مراعي، جميع الانظمه موجوده في محافظه الاحساء. الزراعه طبعا خصوصا الزراعات الاقتصاديه، بالاضافه الى النطاق الحضري، الى مجال الطرق. ونتكلم اليوم حنا في افضل مشروع حجز رمال يمكن من الستينات، اليوم اللي تحول بدا حمايه الاهالي، اليوم تحول الى منتزه، كل يعتبر من افضل المنتزهات الموجوده في المملكه كمشروع، اما مشروع حجز رمال ولا اليوم هو من افضل المشاريع او افضل المنتزهات اللي سواء على مستوى الزوار، على مستوى الهيريتج، وكذلك اليوم ان شاء الله حيكتمل باطلاق الكائنات الفطريه. فبالتالي الاحساء تتميز في جميع الانظمه البيئيه. الشريحه بعد الاسلام. هذه اهم المشاريع. وطبعا احنا في التشجير عندنا مشاريع اساسيه اللي هو التشجير المباشر وعدد التاهيل، وبالاضافه للمشاريع الداعمه، مشاريع اما تمديد شبكات ري او تجهيزها. فبالتالي اليوم المركز اطلق مجموعه من المبادرات ومجموعه من المشاريع للزراعة في منطقة الأحساء، وهي مجرد البداية. يعني اليوم الأحساء والمنطقة الشرقية بشكل عام لها حيكون لها نصيب كبير، لأنها منطقة كبيرة، فبالتالي تمتد من الربع الخالي إلى حدود إلى حفر الباطن، إلى ما بعد حفر الباطن. فبالتالي منطقة كبيرة ومنطقة تعتبر من أهم المناطق خصوصا كأنظمة بيئية وغيرها. فبالتالي هذه مجموعة من المشاريع اللي المركز أطلقها والآن اكتملت، ومستمر العمل والتوسع فيها بإذن الله.
والقادمه اجل باذن الله للشريحه بعدها. فيمكن الزملاء حبوا انهم يشاركونكم فيديو عشان يبين كثير من جهود المركز. والله يعطيك العافيه. لان الشجره مبعث الحياه وسر وجودها، كانت كل غرسة بسواعدنا بذرة أمل نحو غد أخضر لحياة أجيالنا. المملكة العربية السعودية تتضافر جهودنا ويتلاقى عزمنا على تحقيق حلمها الأخضر، فنحمل طموحاتنا لننثرها في كل بقاعها، وبعزيمة أبنائها نسعى لتحقيق مستهدفاتها، لتزدهر أرضها بعد زراعة أكثر من 95 مليون شجرة بالتعاون مع شركائنا. إنجاز تحقق بإيماننا برؤية طموحة نسجت لنا خيوط المستقبل وألهمتنا جميعا لنشارك في بناء غد أفضل. دراسات وأبحاث، مشاريع ومبادرات، شراكات واستراتيجيات، تنمية، استزراع، حماية، إعادة تأهيل، مراقبة، تقييم. رحلة ملحمية انطلقت من مواقع الغطاء النباتي والأراضي المتدورة إلى آفاق خضراء جديدة. جهود متزامنة لا تتوقف، تنطلق بطموح لا يعرف المستحيل، جعلت لكل فرد منا دورا في إحداث التغيير. تلك الجهود الوطنية توجت بإسهاماتنا العالمية لنشارك بقوة في جهود حماية كوكبنا. إسهامات عنوانها الأبرز: مبادرة السعودية الخضراء، إحدى أكبر مبادرات التشجير في العالم، تشهد اليوم انطلاق مرحلة جديدة منها في موسم التشجير الوطني 2024. لنكمل مسيرتنا نحو تحقيق مستهدفات أكثر طموحاً تسهم في تعزيز الغطاء النباتي والتقليل من تأثير التغيرات المناخية، لنكون انعكاساً لقوة هذا الوطن في تحقيق أحلامه. أرضنا الزاهرة نزرعها لمستقبلنا. طبعاً شكراً لكم، وإن شاء الله نشوف أحساء خضراء كجزء من المملكة الخضراء بإذن الله. نترككم مع المهندس يوسف البدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر حفظه الله، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعود بكم إلى عام 1962، حيث كانت هذه المنطقة تواجه تهديدا حقيقيا من زحف الرمال، وذلك في عهد المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. حينها أطلق مشروع حجز الرمال لحماية التجمعات السكانية من هذه الظاهرة، وقد كان القرار في حينه أشبه بالمعجزة. حيث نفذ بتحدي وإصرار، وبعد تخطيط ودراسة أنشأت مصدات رملية وتمت زراعتها، مما أدى إلى تحقق غايته بوقف تمدد هذه الأخطار. وبعد نجاح هذا المشروع وفي عام 1985 تحول هذا المشروع إلى متنزه الأحساء الوطني يقصده الزائرون كمتنفس بيئي طبيعي. وقد أنشئ في هذا المشروع 5 مصدات رملية بعدد أشجار حالية تبلغ 1,300,000 شجرة، ومستهدف المركز في هذا المتنزه حاليا 700,000 شجرة.
كما أن عدد الزوار لهذا المتنزه يبلغ 530 ألف زائر سنوياً، وكذلك له قيمة تاريخية، فيقع داخل هذا المتنزه مسجد جواث التاريخي الذي صلي فيه ثاني جمعة في الإسلام. كل هذا يعطينا متنزه ذا قيمة بيئية وتاريخية. اليوم وفي ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله وعناية كبيرة من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، نعمل في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تطوير المتنزه بيئيا وخدماتيا لتحقيق رؤية المملكة المباركة 2030، والتي انطلقت منها المراكز البيئية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للبيئة تحقيقا لمبادرة السعودية الخضراء، حيث يعد هذا الإطلاق الفطري الأول في المنطقة يضعنا في المسار الصحيح لإعادة التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في مملكتنا الغالية. كما يعمل المركز على المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتأهيل المتنزه، وأستاذن سموكم الكريم وسعادة الحضور بالاطلاع على جانب من تصاميم المشروع المستقبلية. نستأذنكم الآن يا صاحب السمو للبدء في مراسم توقيع اتفاقيات. توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وغرفة الأحساء التجارية. توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية إنماء للخدمات المجتمعية بالأحساء. توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر و P&C للحلول البيئية. أم الكريم لإطلاق عدد من الكائنات الفطرية وتدشين مبادرة زراعة الحزام الأخضر حول سياج المحمية ومبادرة نثر البذور باستخدام الطيران الشراعي. خالص الشكر والتقدير لسموكم الكريم رعايتكم وتشريفكم ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، والشكر موصول للتنمية الحياة الفطرية و
والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على جهودهم المتواصلة في خدمة البيئة. ونلتقيكم في مناسبات بيئية قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موقعين احنا علشان الموضوع هذا. الرحمن الرحيم. ما شاء الله. هذا راح؟ لا ما راح. بسم الله هنا جاء. أهلك. ها؟ جاء ثانية. بسم الله. يلا يلا يلا. يلا. ما شاء الله الله يطرح البركة. ما شاء الله تبارك الله. ماجد وين السيارة؟ عبد الله. لا 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 يا عبد العزيز. عبد العزيز خليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جاي من جهده. يلا سام افتح. جاكم العصار. يلا بيطلع وده ما لا ركزوا على يدين النام اللي ما شاء الله تبارك الله.
اضرب 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 ما شاء الله عليك حق لا اضرب الصندوق اضرب الصندوق عشان يمشي Thank you.